صباح الخير، منير عجم من شركة سوكاد، شركة مختصة بإدارة المشاريع. تأسست بدبي بال 2004 وبعدنا مستمرين بدبي، وكمان نشتغل من لبنان، بس نحن شغلنا كبروجكت مانجمنت، مثل ما بيقولوا بروجكت مانجمنت ان سوت كيس، يعني محل ما الكلاينت تبعنا بنروح، يعني من دبي لأبو ظبي لتركمستان لأثيوبيا لمصر لماليزيا حسب الحاجة. هلأ عم نحطها شوي هالتعريف للي يمكن ما سمع فيديوهاتنا قبل. حركز بهالفيديو على نقطة صار فترة بنحكي عنها بطريقة مباشرة وغير مباشرة ونكتب عنها كمان على السوشيال ميديا، اللي هو تأسيس مكاتب أما تأسيس هيئات رسمية لإدارة مشاريع على مستوى الدولة. بالأمس سجلت فيديو شوي موضوع اعتبرته فشت خلق على موضوع إدارة المشاريع، واليوم وين وصلت إدارة المشاريع على مستوى الدول، عم بحكي من وجهة نظر الدول والحكومات بالعالم وبالدول العربية. دخلنا شوي وعطيت أمثلة عن الإمارات والسعودية والعراق. أنا من الأشخاص اللي بينادوا، وطبعا يمكن في كل الناس بيقولوا لي إنه ما لازم تسجل هيك فيديوهات ولا تكتب عن الموضوع، ملكية فكرية ما ملكية فكرية، هذا كله ما بيهمني. اللي بيهمني هو تطوير 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 العمل بإدارة المشاريع على مستوى العالم العربي، بغض النظر بأي دولة نحن. صفيت أنا حكي كتير بالموضوع وكاتب عنه عدة مرات ومن سنين ونحن بنحاول بهالنقاط هايدي، بس هلأ اللي عم جرب نركز عليه أكتر آخر فترة وحب نحكي عنه، اللي هو ضرورة إنه بعض الدول من ضمن مكتب رئاسة الوزراء يكون في، أما من ضمن أي مؤسسات فيدرالية ولا حكومية، مثلا بالإمارات عندهم الفيدرال جوفرمنت، أما على لأنه في إمارات وفي الدولة الفيدرالية، بالطبع بالدول التانية على مستوى الدولة على مستوى رئاسة الوزراء، أما وزارة التخطيط والميزانية حسب كل دولة شو فيها نوع من كيف تشكلتها الحكومية، بس على الأقل على مستوى اهتمام أعلى مستوى بالدولة ينوضع هيئة أما قسم لإدارة المشاريع. مش عم نحكي نحن لوزارة محددة، عم نحكي نحن للدولة، والمقصود فيها هالهيئة الهيئة الهيئة الوطنية، خلينا نعتمد تسمية اليوم الهيئة الوطنية لإدارة المشاريع بالدول اللي عم نتكلم عنها. شو المقصود لما نحكي هيك شيء نحن؟ نحن المقصود انه نحن اليوم عم بيصير في تبعية كتير لمنظمات عالمية، وخاصة PMI وخاصة Certification. PMI عندي رأي خاص فيها شوي يمكن سلبي، بس كبومبا جايد كPMP كبروجرام مانجمنت سيرتيفيكيشن كله ممتاز وجيد، وفي IPMA وفي كمان عندهم سيرتيفيكيشن وعندهم كومبتنس بيز لاين، وفي كوست انجينيرينج سوسايتيز، في كثير منظمات عالميه اليوم تهتم باداره مشاريع. نحن ما عم نقول بدنا ننكرها، نحن المعلومات عندهم اياها موجوده وافيلبل وفينا نشترك معهم، بس كمان اليوم ما عندنا شيء نحن على مستوى العالم العربي ولا على مستوى الدول بالدول العالم العربي اللي هي مثل هيئه مركزيه لاداره المشاريع، الهيئه الوطنيه لاداره المشاريع. هلا هالهيئة الوطنية شو ممكن يكون مهامها؟ أول شيء خاصة إذا كانت على مستوى الحكومة، وضع منهجية لإدارة منهجيات لإدارة المشاريع ونظام عمل متكامل ومستدام لإدارة المشاريع على مستوى الدولة، اللي ساعتها ممكن تلتزم فيه المؤسسات الثانية، اللي بده يكون مثل ناشونال بي إم أو، بس ما بحب كتير أستعمل كلمة بي إم أو، اللي هو ناشونال بروجكت مانجمنت أوثورتي، أوكي؟ سو من ضمنها بيكون وضع المراجع المنهجيات، خاصة منهجيات لإدارة المشاريع بالقطاع الحكومي. اليوم المراجع مثل بومباك ولا الـ Individual Competence Baseline ولا Organizational Competence Baseline وكل المراجع العالمية الموجودة من PMI ولا IPMA ولا GPM هي بتحكي generically، بس اليوم المشاريع الحكومية، يعني حتى PMI عندهم supplement لبومباك اسمه Government Project، وفي مراجع عن government projects، على الأقل اللي صور في عندنا نحنا منهجيات واضحة بتحدد project life cycle لأي مشروع حكومي بناء على governance والcontrol، يعني الحوكمة بالقطاع الحكومي،
مع تحديد البوابات والمراجع الرئيسية ونقاط الموافقة على الميزانية. وبطبع هذا الشيء موجود اليوم جزء منه أكيد. اليوم أي مؤسسة ولا وزارة وحكومية لما بتاخذ ميزانية على مشروع عندهم اليوم بروسس بيمشوا عليه. ده ممتاز هالبروسس، بس لازم يكون مش بس موضوع موافقة على المشاريع، لا عم نحكي نحن على منهجيات كاملة كيف نقدر ناخذ أي مشروع من بدايته لنهايته مع معايير النجاح، كيف بدنا نقيم نجاح المشاريع، كيف فينا شو هي شروط الموافقة على المشاريع، كيف فينا نحدد ميزانيات المشاريع، هالأمور كلها منهجية كاملة. ما لح أدخل هلا اليوم كتير بديركت بروجكت مانجمنت، لا علم إدارة مشاريع، هذا جزء من أجزاء اللي ممكن تستلمه كناشونال أورجانيزيشن، وبعدين بيصير تطبيقه على الهيئات والوزارات الموجودة بالحكومة. هل يفرض وغير ما غير يفرض؟ بطبع احنا بنقول احنا لا، لازم يكون هذا كهيئة هو مثل يسان كقانون. يعني حتى الولايات المتحدة من فترة أصدر قانون، قانون على المستوى الفيدرالي لإدارة المشاريع والأكونتابيليتي بالبروجكت مانجمنت والبروجرام مانجمنت. فهذا أحد أجزاء الهيئة، هي الشغل. تاني شيء بصير كمان تركيز على موضوع التعريب. اليوم للأسف كتار عم بيطلعوا بسبب غياب أي شيء منظم وعم بيترجموا كتب، بس معظم الكتب اللي عم تترجم يمكن تكون مسروقة مصة. يعني بناخد كتاب تاني بنقعد نترجمه بدون إذن حسب ما يكون هالشخص فاهمه، ويمكن يكون فاهمه غلط. ما عم بصير وجود تكوين هيئة من ضمن هالهيئة يكون في عنا مجموعة خبراء اللي هي تراجع دراسات وتراجع وتقوم بأبحاث حتى والنشر، يعني هي تنشر أمور هي من أبحاثها، أما على الأقل بالتعاون مع جامعات ومؤسسات. وكمان موضوع يصير ترجمة، يعني موضوع هون إحنا creating and transferring knowledge. يعني we have يعني بس ننقل حتى we can create knowledge. يعني نحن نوضع نكون نخلق الكونتنت، نحن في الخبراء اللي عندنا الموجودين كأبحاث. إلى إضافة إلى ذلك، يعني هذا مثلا وجهة، إلنا الوجهة الأولى هو تحديد المنهجيات ونظام إدارة مشاريع متكامل للقطاع الحكومي بشكل عام. النقطة الثانية ممكن تكون بالطبع اللي هو موضوع انبثاق المعرفة ونشر المعرفة والإبداع بإدارة المشاريع. من ضمن بيكون نحن شغل من أبناء الوطن العربي العالم العربي، إضافة إلى ترجمات بس رسمية. النقطة الثالثة الممكن يكون اللي هو موضوع الشهادات. يعني اليوم ليش ما بيكون في عنا نحن شهادات لإدارة مشاريع؟ دائما بنلحق شهادة مثل البي ام بي اللي هي مش الأنسب بالإدارة المشاريع، هي الأكثر شهرة بس مش الأنسب. أنا ما عم بقول ما بدنا البي ام بي، بطبع بده البي ام بي يروح ياخذ البي ام بي، وبده ياخذ الاي بي ام اي ليفل بي وليفل سي وليفل اي أهلا وسهلا، وبده ياخذ الريسك مانجمنت والبروجرام مانجمنت أهلا وسهلا، ماشي بيمنع. بس اليوم العملية صعوبات بكثير دول عربية، خاصة لما بيكون اللغة العربية هي الأساس بالدول العربية. هلا في بعض الدول العربية لأنه في كتير وافدين بتعتمد على موضوع الإنجليزي حتى بالقطاع الحكومي، بس اليوم القطاع الحكومي أساسا بمعظم الدول العربية اللغة العربية هي الأساس، واليوم ما في عندنا مراجع جيدة وما في امتحانات. يعني ممكن نروح ناخذ البي ام بي بالعربي بس تجربة سيئة جدا، ما رح ندخل فيها هلا. فنحن بحاجة كمان أن وضع منهجية مع وضع المنهجيات للقطاع الحكومي مع مراجع ممكن ان نحن نطورها ولا نترجمها مع واقع العمل بالدول اللي نحن نشتغل فيها بالدول العربية. نحن ممكن نأسس سيرتيفيكيشن، وممكن يكون في عنا أكثر من نوع سيرتيفيكيشن على عدة مستويات، يعني من الأبسط ليفلز لأعلى ليفل ممكن نوصل له. هلا في أمور تانية ممكن نحكيها، بس لما هذا بشكل مختصر اليوم ركزت على 3 نقاط رئيسية. خلينا نركز على النقطة الرابعة كمان، وهي الأخيرة. النقطة الرابعة اللي هي كمان أنه ساعات لما بصير في هيئة وطنية لإدارة المشاريع وبتعتمد وعندها أبحاثها وعندها مراجع وعندها اهتماماتها وعندها سيرتيفيكيشن، فهون ممكن تعاون كمان نصير تعاون بين القطاع العام والخاص والجامعات والأكاديميات لتطوير. يعني يصير في عندنا جامعات أكثر عم تعطي إدارة المشاريع. اليوم ما بعرف بالدول العربية كم جامعة عم تعطي دول إدارة مشاريع على مستوى الباتشلر والماسترز والبي اتش دي، حتى مع التواصل مع الشركات الخاصة، وأما السيماي جوفرمنت نشوف كمان إنه هني كيف تصير ممارساتها. الموضوع كتير شيق وموضوع كتير صعب، بس بنفس الوقت سهل.
يعني الموضوع بده قرار، بده قرار يطلع من حكومة، من رئاسة وزراء، يعني مثل ما طلع قرار من يومين، من شهر شهرين بعتقد، بالإمارات للتواصل مع منظمة البي ام اي لتدريب موظفين للحكومة الفيدرالية، اللي برأيي أنا هذا القرار، ويمكن اندم على الكلمة بدي اقولها هلا، مش حيكون نجاح عالي. يعني حتى لو الناس اخذت البي ام بي سيرتيفيكيشن، ولا حتى اعلى من البي ام بي سيرتيفيكيشن، اذا ما صار تطبيق وتنفيذ منهجيات داخل المؤسسات الحكوميه، الاداء حيتحسن اذا بدنا ناخذ من سكيل اوف 1 تو 10، ميبي 1 اور 2 اور 3 ماكسيموم. وبعتقد مسجلين فيديو عن هالموضوع بالقبل، لانه احنا بحاجه اليوم علم اداره مشاريع وعلم تطبيقي بحاجه لتطبيقه داخل المؤسسات بناء على منهجيات واضحه. وعلى اساسها لما بيكون هالمنهجيات واضحه وعم تتطبق داخل المؤسسات، سيرتيفيكيشن بتصير بيس اوف كيك، بتصير سهله جدا، وهي مبنيه بتصير على النظام الموجود داخل المؤسسات. يعني اليوم البي ام بي ولا البرنس 2، في كثير ناس عم يروحوا ياخذون، اوكي، ناخذ البي ام بي ولا البرنس 2 ولا الاي بي ام اي، يعني كانه عم نتعلم لغه جديده وما مطبقها وما بنستعملها بشغلنا. هذا واقع، يمكن هالتعبير صرت مستعمله اكثر من مره. نحن بحاجه اليوم لمنهجيات نطبقها بشغلنا، وعلى اساسها بصير تدريب الكوادر ورفع مستوى الاداء، ووضع ونوصل لمرحله تكون نقدر حتى نعمل سيرتيفيكيشن على هالاساس، على اساس نظام يعمل فيه. ساعتها هون انا بعرف انه لما بيجي هالانسان يقول له انت عندك، انت اخذ شهاده اداره مشاريع حسب نظام الحكومه الفيدراليه بالامارات، معناتها كسرنا المكتب، معناتها انت قادر، صار هذا الشيء مبني بناء على نظام واضح وخبره واضحه، اوكي، موثقه، مع بطبع امتحان ولا اي شيء تاني. بتمنى انه هالصوت يطلع، هالصرخه تطلع، انه نقدر نوصل بعد المؤسسات تقدر على الاقل يبلشوا هالشيء. المشروع اكيد طويل المدى وبياخذ يمكن سنين تيطبق بمثل ما الرؤيه اللي عندنا اياها، بس على الاقل ببلش بخطوات، فينا نبلش بخطوات بسيطه ونتوسع على اساس ممكن ناخذ هالخطوات نطبقها بوزاره اما بهيئه، وبعدين ننتقل على هيئات ووزارات تانية. بس برايي صار الوقت ما بقى فينا نضل نعتمد بس على التدريب. وانا عم بحكي انا مدير شركه تدريب، يعني احنا بندرب على البي ام بي سيرتيفيكيشن وعلى غيرها، اوكي، بس دائما بنطلع نقول نحن انه تدريب وحده غير كافي، بالبروجكت مانجمنت تطبيق للتدريب والتطوير لازم يكون مرتبط بمنهجيات تمارس داخل العمل بالمؤسسات اللي كانت حكوميه ولا خاصه ولا غير ربحيه ولا ان جي اوز. شكرا والى اللقاء.